مكافحة الجريمة بمحكمة تقول الاستئناف بالدار البيضاء أقيم اجتماع للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، وذلك حول موضوع الاتجار بالبشر، والذي يشمل حسب الفصل 448 واحد من القانون رقم 2714 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر كل ما يهم تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، الشيء الذي يستدعي معه تدخل إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة. في إطار اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للخلايا التكفل بالنساء والأطفال، اخترنا اليوم موضوع الاتجار بالبشر لما له من الأهمية، وحيث أن الأجراس قد دقت بشدة للتصدي لهذه الظاهرة، وخصوصا مع خروج القانون الإطار المكمل للقانون الجنائي الذي يحدد المسؤولية الجنائية والمعاقبة على هذه الجريمة، حيث فسر أنواعها وفسر العقوبات التي يتلقاها الجاني، كذلك أعطى نبذة عن التكفل بالضحايا ضحايا جريمة الاتجار بالبشر. هو نشاط غير شرعي، والقائمون على هذا النشاط هي منظمات إجرامية تحصل على أموال طائلة، وبما انها لا وتحاول بشتى الطرق ادخالها للمصارف، وتسعى الى غسل هذه الاموال حتى تصبح صالحه للاستعمال والاستثمار في جل المجالات. لذلك وضعت عده قوانين من بينها لمحاربه دخول هذه الاموال الاقتصاد الوطني. العمليه تتم عبر خطف او تصغير. جريمة الاتجار بالبشر يمكن أن تسبب مجموعة من المشاكل النفسية للضحية، مما يستدعي التدخل لوقف هذه الظاهرة. وما عارفش بأنه هذاك ماشي مسلوب. صعيبة بزاف، كيمكن لنا نتكلموا على لو تروماتيزم، وكيمكن لنا نتكلموا على بزاف ديال المشاكل النفسية، مثلا دي تروبل دو كومبورتمون، دي تروبل دو بيرسوناليتي، فوبي، إلى غير ذلك من الأشياء اللي غتخليهم مدى الحياة موشومين بهذا الشيء اللي وقع لهم. صعب جدا أننا نسترجعوهم كناس عاديين، ولهذا سنظن بأننا في المحكمة اليوم نطالبوا بأنه يتم الضرب بقوة على يد الناس اللي كيشاركوا في هذه المسائل اللي كتضر بالإنسان وبإنسانية الإنسان. قانون مكافحة الاتجار بالبشر إذن، والذي دخل حيز التنفيذ في شوشان بير 2016 بالمغرب بناء على انضمامه إلى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة للاتجار بالبشر، جاء على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة، الشيء الذي يستدعي معه إيجاد حلول للحد منها.